ايه هو الحرمان العاطفي؟ الحرمان العاطفي كالاتي: الاولاد بيعيشوه عارفين بسبب ايه؟ بسبب عدم تلبيه الاحتياجات الاساسيه عندهم من الحب، من الاحتواء، من المشاعر. لما اجي اقول انا عايز اشبع ابني عاطفيا واجعل منه انسان سوي، مطمئن، هادي، مستقر نفسيا، مرتاح، حاسس بالامان، ده المستهدف. المشكله ان الاباء والامهات بيحبوا اولادهم، لا ده شيء اساسي، بنحب اولادنا، لكن للاسف مش بيعرفوا يعبروا عن حبهم ده بطريقه صحيحه. فالطفل فقدانه للعاطفه في البيت او نقص العاطفه، وهنتكلم النهارده ازاي نعالجها، خليه يتعلق اي حد يمنحه الدفء ولا الحنان، هنا خطر على فكره. ليه؟ لان ممكن يكون الاسلوب اللي بيتلقى منه او اسلوب حياه اللي بيتلقى منه ده غير مناسب او مخالف للعقيده او فيها مفاهيم وطريقه غلط تماما للمعتقدات او للعبادات. لغه، دين مختلف، خاصه اللي هو لو انس بيه وبقى يفرح من قرب بيه وهكذا، فممكن سلوك اللي قدامه ده غلط وطريقه تفكيره غلط ياثر على الولد وياثر على ابننا او بنتنا. الحب المفقود ما احناش عايزين، احنا عايزين الحب المتواجد. ابني محتاج وبنتي محتاجين للحب ده،